خامس يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأ بندوة عن علاقة الدراما بالجمهور والمجتمع. اتكلم فيها نيلي كريم، يوسف الشريف وكريم الشناوي. المخرج كريم الشناوي كان ليه رأي مهم جدا، وقال ان الرقابة لازم توافق على كل الافكار علشان نقدم افلام مختلفة وما نخافش ولا من الجمهور ولا من السوشيال ميديا. اي حد هنا عايز يبقى اي حاجة في الدنيا، عايز تبقى محمد صلاح، عايز تبقى نجيب ساويرس، عايز تبقى مجدي يعقوب، محتاج تعمل كل يوم 3 ساعات حاجات معينة لمدة 10 سنين، حاجات بسيطة جدا هتبقى زيهم. ده المخ، القدرة بتاعت المخ. أما نيلي كريم افتكرت ذكريات شخصيتها في مسلسل زيت في مرحلة متقدمة من العمر وإزاي أثرت على صحتها النفسية، وقالت إنها وهي رايحة تصور مشهد من المشاهد وقفت قدام المراية معرفتش نفسها ومعرفتش مين دي، انهارت من العياط ومشت وسابت التصوير فورا وراحت قضت يوم بعيد عن التصوير علشان ترجع لحالتها النفسية تاني. الحدوتة الحلوة في السينما أو في الدراما وانت بتتفرج بتكون فكرة عندك، بيجيلك إحساس ما بتشوف، زي مثلا سجن النساء. سجن النساء هي قصة، بس من خلال القصة دي الجمهور اتعرف على ايه المشاكل الستات اللي بتدخل السجن، ايه مشاكلهم، مش كلهم قتالين قتلة ومش كلهم مثلا حرامية، لا، في ناس عندها ظروف صعبة، في ناس عندها ظروف صحية. بعد 23 سنة من عرض فيلم السلم والتعبان قرر مهرجان الجونة ترميم نسخة من الفيلم، والنهاردة كان فيه ندوة بحضور حلا شيحة، طارق العريان، محمد حفزي وهشام نزيه، اتكلموا عن تحضيرات الفيلم وكواليسه. ولكن في نص الندوة قامت داليا شوقي وقالت لطارق العريان أنا عايزة أكون بطلة الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان بدل حلا شيحة. طارق العريان بيحضر فعلا الجزء الثاني من السلم والتعبان بس بطولة عمرو يوسف. أما يوسف الشريف اللي أول مرة يحضر مهرجان الجونة السينمائي كشف عن سر من أسراره وقال إنه ما قدمش مسرح لحد دلوقتي بسبب يوسف شاهين وإنه عقده منه. أنا جايز درست هندسة، يعني درست حاجة بعيدة خالص عن الفن، أنا خريج هندسة عين شمس قسم ميكانيكا، فحاجة بعيدة خالص. بس بعد كده لما بدأت أحاول أشوف بقى حاجات أونلاين وأذاكر وكده حاولت أغير، يعني حاولت أعمل حاجة جديدة. وجايز في المرحلة اللي انت بتتكلم فيها اللي هي بالذات رقم مجهول، جايز كنت بلاقي دايما عارف ريزيستنس من كل الناس. يعني لقطة اليوم هي ظهور والد أمينة خليل معاها لأول مرة في فعاليات مهرجان الجونة، وكان متواجد معاها في كل مكان وبيدعمها.